والله هو دائما احنا نقول الانسان هو قوه نفسه، هو سند نفسه. اليوم اذا ما انت تكون قوي، واذا ما انت تكون سند لنفسك وواثق من نفسك، صعب تخطي خطوه واحده. انه مجرد انه انت تكون واثق وانت تتحمل وتصبر، واي مطب يواجهك انت عندك القدره النفسيه والقدره العقليه اللي تسمح لك انه تواصل طريقك وتعرف انه هذا مو نهايه المطب، انه ورا هاي المطب اكو نجاح. طبعا انا رغم اني الحمد لله وصلت لمراحل كلش متقدمه، بس هذا مو يعني هي كانت سهل، لا، كل شيء كان له ثمن، كل شيء له كان تعب، كل شيء كان باوقات قلت انه هاي نهايه الطريق وخلاص بعد ما راح اقدر استمر. بس لا، اكيد انه ثقتنا برب العالمين، ثقتنا بنفسنا هي سندك اللي تخليك تواصل طريقك.